كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسوم للكون أحلى الصور. فأنا تطيب لنا ذي الحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر. وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويد. آثار للأعمال التاريخية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. علمنا المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الدنيا معبر للآخرة العلية، وأرشدنا ألا نتخذها مستقرا ومأمنا وملاذا، بل نكون فيها كعابر سبيل. ولهذا أصبح واجبا على كل فرد مسلم أن يعتبر أن الدنيا مزرعة للآخرة، قد يرى ثمار فلاحته فيها، وقد لا يرى هذه الثمار إلا حين يلقى ربه عز وجل. وهذه حكمة من العليم الخبير، وفضل من اللطيف الكريم يعطيه لمن يشاء. من أعظم صور الوقف في تاريخ هذه الدولة الإسلامية الوقف حول ما يتعلق بحماية الدولة الإسلامية في إنشاء الحصون والقلاع والأسوار التي تخدمها. هذه الحصون والقلاع لا يمكن لأي بلد من البلاد أن يستغني عنها، وأحياناً قد تعجز الدولة الإسلامية عن إنشاء مثل هذه الحصون والقلاع، ولذلك تجد في كثير من الأحوال أن الوقف له دور في إنشاء مثل هذه الحصون والقلاع. في المدن الأندلسية الكثيرة تجد بالقرب من هذه المدينة مدينة أخرى أشبه ما يكون بالحامية العسكرية، إشبيلية، يقع على مقربة منها بمسافة تقدر بثلاثين كيلومتر تقريبا مدينة يقال لها قرمونة، وهي في الأصل عبارة عن حامية عسكرية لحماية إشبيلية أنشئ فيها بعض الحصون والقلاع. فالدولة الإسلامية جعلت لحمايتها والسعي في إغاثة المنكوبين صورا مشرقة، كل ذلك من الوقف المعني والمتعلق بالجهاد في سبيل الله وإغاثة المسلمين المنكوبين. وهذه الصورة من الوقف لم تكن صورة حديثة، أو لم تكن عند حاجة المسلمين إليها في بعد ذلك لما سقطت بعض الحصون والقلاع في أيدي الروم أو في أيدي غيرهم من أعداء الدولة الإسلامية، لا، بل إنه منذ فجر تاريخ الدولة الإسلامية لما رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوقف، وكأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد وجدوا على خالد بن الوليد رضي الله عنه وكونه قد امتنع من الصدقة والإنفاق، قال عليه الصلاة والسلام: ما ينقمون من خالد، إن خالدا احتسب سلاحه وفرسه وأدراعه في سبيل الله. خالد فلسفته في الحياة أن ينصر دين الإسلام بما أوتيه من جهاد وقوة ونصرة للمسلمين وبأس شديد،
فلم يوقف على القرآن، لم يوقف على التعليم، لم يوقف على الصحة، أوقف نفسه كلها وما يملك من فرس وأدراع وسيوف، أوقفها للجهاد في سبيل الله. فضرب المسلمون أروع المثل في الوقف على حماية الدولة الإسلامية منذ فجر تاريخها. طبعاً الأمانة العامة للأوقاف يعني ولله الحمد، يعني الخير الذي تقدمه داخل الكويت وخارج الكويت ملموس. اليوم الكوارث التي تقع على مستوى العالم، سواء على مستوى العالم الإسلامي أو العالم الغير الإسلامي، الأمانة حقيقة تقدم في ما يسمى بعموم الخيرات لتقديم هذه المساعدة. هناك كوارث حلت بالعالم الإسلامي، استطاعت الأمانة أن تقدم المساعدات للجنة المشتركة اللي تضم عدة لجان خيرية. استطاعت الأمانة عندما تقدمت هذه اللجان بما يسمى اللجنة المشتركة وكذلك بالهيئة الخيرية العالمية الإسلامية، استطاعت الأمانة أن تقدم المبالغ الكثيرة لمثل هذه الكوارث وهذه المحن التي تمر بالعالم الإسلامي. أضف على ذلك كذلك ما مر به العالم، يعني هناك بعض الدول اللي هي غير إسلامية لكن يدخل هذا من جانب تقديم الجانب الإنساني الذي يعني يلتمس فيه الإنسان الأجر، لك الأجر على كل إنسان على كل كبد رطبة لك الأجر. فكانت تقدم كذلك المساعدات لمن حقيقة يعني يمرون بكوارث ومحن، زلازل، حرائق، سيول، يعني حروب. هذه الأمور قدمتها الأمانة وقدمت المبالغ الكثيرة حقيقة لمثل هذه الظروف وهذه المحن التي خففت على العالم الإسلامي والعالم الآخر كذلك من تقديم هذه المبالغ للمحتاجين في مثل هذه الظروف. كثير هم الذين يسكنون وراء هذه القضبان في أيام الدولة الإسلامية، كثير هم الذين يعيشون وسط هذه الغرف المظلمة بلا ناصر ولا معين، لكن كثيرا منهم يفتح لهم باب السجن إذا قيض الله لهم من أنصار الدولة الإسلامية من يوظف الوقف في خدمة أمثال أولئك. قرأت في غير ما موضع في التاريخ الإسلامي ما يسمى بديوان الأسرى. ديوان الأسرى عبارة عن مصرف خاص كان المسلمون يخصصونه لفكاك الأسارى الذين لا يستطيعون أن يخرجوا من السجن. تعجز الدولة الإسلامية أحياناً عن إخراجهم، يضعف الإمام عن إخراج هؤلاء المساجين الأسرى عند بعض أعداء الإسلام كالرومي والتتاري وغيرهم، فيقوم المسلمون القائمون على الوقف بصرف أموال خاصة من الوقف الإسلامي خاصة لفكاك هؤلاء الأسرى. وهذا عاشه المسلمون في غير ما عصر من الدولة الإسلامية. بل إن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى كان من همته العظيمة وشجاعته وحرصه على إعلاء كلمة الله وإنقاذ المسلمين عبر التاريخ أن أوقف بلداً كاملاً لصالح نصرة المسلمين وإغاثتهم في مشارق الأرض ومغاربها. بصراحة مما يسجل لهذه الدولة المعطاءة وأيضا بعد إنشاء الأمانة العامة للأوقاف من البنود الكبيرة التي تصرف فيها الأموال هي بند الإغاثة. فهناك الكثير من الإغاثات التي تمت لدول كثيرة من كوبا كما في فلسطين وباكستان وفي أيضا دول أفريقيا،
كثير منها تم إرسال المساعدات والإعانة إليهم، كما حصل أيضا في إندونيسيا تسونامي وغيره، يعني بذلت ودفعت أموال كثيرة في إغاثة هؤلاء، بل حتى أن هذه الإغاثات شملت المسلم وغير المسلم، لأن الإغاثة والجانب هذا الإنساني يشمل الخير المسلم وغيره، لأن في فعل المعروف وفيه عموم الخيرات وبذله لجميع الناس. إذا كان يعني أعزكم الله الحيوانات والبهائم يصرف عليها، فكيف بالإنسان؟ أولى بمثل هذا الصرف. وهذا الدور قد اطلعت به الأمانة العامة بقوة، وبحمد الله يعني لا يكاد يكون هناك موطئ قدم أو موضوع يحتاج إلى يعني بذل وإلى مساعدة وإغاثة إلا وتضرب فيه بسهم. في بلاد المغرب وفي أيام حكم المرابطين، ثم في أيام حكم الموحدين، ثم في أيام الدولة المرينية، كانت هناك أوقاف خاصة في بلاد المغرب تصرف للمنكوبين وإغاثتهم في بلاد المغرب وفي بلاد الأندلس. فنداءات الإغاثة تعلو بين الفينة والأخرى هناك في العدوة الغربية في بلاد الأندلس. كان المسلمون في بلاد المغرب قد خصصوا أوقافا لهم. لا شك أن من يقرأ في تاريخ الدولة الإسلامية يرى أنه منذ فجر عنايتها بالوقف الإسلامي في أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى يومنا هذا، هناك عناية كبيرة بالوقف الإسلامي في نصرة المسلمين وإغاثتهم. والمسلمون اليوم للأسف يمرون بالنكبات تلو النكبات والمصائب تلو المصائب العظيمات، بحاجة إلى من ينصرهم، بحاجة إلى من يقف معهم، بحاجة إلى من يغيثهم. الدول أحياناً تعجز عن الإغاثة، لكن لو وجد في كل بلد من بلاد المسلمين أموال وقف ترعى مصالح المسلمين وتشرف عليها الجهات الخيرية الموثوق بها والمؤسسات المنتشرة هنا وهناك في بلاد المسلمين، سينعم المسلمون بمفهوم النصرة الحقيقي الذي يخرج عن أي جنس أو عرق أو تراب أو لون. إنما لسان الحال في كل حال، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا، عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا، دين أقمناه مقام الوالدي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فكن في عون إخوانك في مصائبهم يكن الله لك في أمورك كلها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. إن السعي لقضاء حوائج المسلمين والوقوف معهم أفضل من الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. أكثر من 40 مليون طفل محرومون من التعليم. هنالك حلم لكل طفل، وبتعليمهم نحقق أحلامهم. بادر بالمشاركة، كن للخير سباق. رحماء، تعليمهم رحمة، الرحمة العالمية. يا هلا، الساعة المباركة. تعالي تعالي. عطمة رزة هبة ورزة.
كشخة وزقرت شجار دي وما يغرد السيارة صدقين؟ اي والله البرادو مثل ماكو شوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا ذي الحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر